ابدا بحضرتك كابتن ماهر، يعني مبروك بطوله 11، يعني كل واحد من حضراتكم له جزء في هذا الكاس. انا اول ما دخلت اسلام وصورت مع الكاس جسمي اشعر طبعا افتكرت زمان، افتكرت بقى افتكرت الزمان يا شريف. اول 82 كانت اول مره، اول مره اتعذبنا 4 سنين قبلها في اخفاقات سفر افريقيا، تعب مشوار، كانتش الامور زي دلوقتي خالص. وبعدين كمان كان عندنا 81 كنا وصلنا سيمي فاينل بس وفاه الرئيس انور السادات ما كملناش. فيعني بصراحه يعني كاس غالي ووحشنا من فتره، لكن الرجاله العظام، رجاله النادي الاهلي، اللعيبه الابطال اللي كافحوا بشكل كبير جدا لحد ما جابوا لنا الاميره السمراء، رجعت مكانها الطبيعي ان شاء الله في دولاب النادي الاهلي وبالجزيره. يعني رجعنا بزمن 82. عايز اقول كمان اسلام، الفرق يا شريف، الفرق في 82 احنا يمكن كابتن مصطفى يونس كان كابتن النادي، هو كابتن مصطفى يونس كان كابتن الاهلي طلع خد الكاس، وطبعا احنا قعدنا نتفرج بس. ليه؟ ما هو يعني عايز اقول لك ان يعني وحشه الاولى بقى، فرحه اولى ووحشه كبيره جدا. فطبعا مصطفى خد الكاس قعد فتره يعني بس كابتن خطيبه نزل بيه من الطياره ماسكه مش سايبه يعني درجه ان احنا وكان الكابتن مصطفى يونس هو كابتن النادي. مصطفى يونس وبعدين مصطفى عبده متهيألي وبعدين الكابتن خطيب. فعايز اقول لك يعني شفنا الكاس ده في مصر. في مصر يعني احنا قعدنا في غانا يعني فتره طويله قوي لغايه لما تيجي الكاس كان في حضن مصطفى يونس بس ما حدش كان بيشوف الكابتن مصطفى واتقفل عليه وكل سنه وانتم طيبين. شفناه في مصر بعد كده واحنا دلوقتي الفرق طيارة. مختلف حاجه جميله بصراحه يعني شوف فرحه حلوه قوي، الفرحه الجميله، وبعدين اللعيبه كمان كلها بتوصل الكاس لبعض وطبعا بتحتفل، كل واحد بيحتفل طبعا. بقى طبعا بشكل وطريقه، فالدنيا اختلفت اسلام بشكل كبير. طبعا فرق بين 82 طبعا وفرق بين السنه دي فرق كبير، لكن عايز اقول التواصل بقى صحيح. احنا اللي فتحنا الباب لجميع الاجيال الحمد لله 400، وبعدينا بقى تواصلت الاجيال 84 افتكر صحيح. و86 وهكذا لحد البطوله ال11 الغاليه علينا والصعاب اللي احنا عشناه في خلال الفتره ديت، لكن بيرجع اسلام المكسب ده زي ما قلنا المنظومه ككل، مجلس اداره ولعيبه وجماهير، وطبعا مشكور سياده الرئيس فتحي السيسي بيبعت بركيه طبعا لمسانده وبيبارك لي وتهنئه للنادي الاهلي، وزير الشباب والرياضه طبعا دكتور اشرف طبعا. زي ما انت ذكرت كده مجلس الشعب ومجلس رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى الحقيقه كل رجال الدوله فطبعا انجاز بيحسب فعلا لمنظومه النادي الاهلي ككل. يا رب ان شاء الله السنوات اللي جايه يا رب ان شاء الله تتكرر. بنبارك لكل محافظات مصر بقى الاهلاويه، احنا وصلنا لمرحله ان معظم محافظات مصر كلها اهلاويه. وكلمه يا رب يا اسلام دي كانت بترج طيب. أرجاء حقيقي القاهرة كلها حقيقي.